احنا كنا هنا بنعمل ايه؟ ثانية مش عارف احنا بنعمل هنا صحيح. انت جاية اشتغلي ايه؟ رقاصة. اكشن تاني مرة. والله في هنا كام بنت كده شفتهم في المهرجان الرصاصة تندب في عينيهم، في واحدة شدته قلت له اقف جنبي هنا، وفي واحدة تانية والله العظيم. بصي بقى خدي سبق، النهارده كان في خناقة النهارده الصبح عشان انا مش باكل الفطار في ميعاد مظبوط، وهو عنده الكلام ده ما ينفعش، وانه صحة المرأة تأتي اولا. وانت شفت دراما كوينز يا معلم. بصي بما اني انا بتمرن علشان البرنامج بتاعي انا بحضره دلوقتي، فقررت نجرب مع القاهرة 24 ومع خالد. خالد احنا النهارده في مهرجان الجونة السينمائي، والمهرجان فيه فعاليات مهمة جدا بتخدم القطاعين السينما والتكنولوجيا مع بعض عشان هو ده المستقبل. احنا كنا هنا بنعمل ايه؟ ثانية مش عارف احنا بنعمل ايه هنا صحيح؟ احنا ليه هنا اصلا؟ ليه هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اصل عندي النهارده اليوم مش لطيف جدا، فانا بحاول ان انا ابقى كويس جدا بس مش قادر صراحه. فانا كويس ان ضحكت اول ضحكه ليا النهارده معاكم يا جماعه. والله احنا جايين نعمل ايه هنا يا خالد؟ هياخدني وقت عشان اجمع الموضوع ده. خالد انت متواجد في مهرجان الجونه السنه دي يعني بالتيم بتاعك، وطبعا عشان الاستاذ محمود حميده بيكرم، بس كمان انت جيت علشان مشروع مهم قوي احنا شغالين عليه، مشروع ديجيتايز. ممكن تقول لنا كنت بتعمل ايه هنا؟ طب احنا الاول حاجه، احنا عندنا ثلاث حاجات احنا جايين عشانهم هنا. جايين عشان طبعا الاوورد بتاعت استاذ محمود حميده دي مهمه جدا، وكان اول يوم في الافتتاح، وبعد كده طبعا بشرى، لازم نبقى مع بشرى. وديجيتايز يعني جاتنا عشان طبعا المشروع بتاعنا. يعني احنا كان عندنا بيتشنج امبارح، كان عندنا بيتشنج امبارح للمشروع، فدخلنا في سينما تك وعملنا انتروداكشن على المشروع والانفستمنت بتاعت هو ايه المشروع؟ مين طفى النور؟ الكرة فين؟ انت جاية اشتغلي ايه؟ رقاصة. اكشن تاني مرة. انت جاية اشتغلي ايه؟ مش هنعرف. لا بجد ممكن، طب ثانية، ممكن انا بجد انا بحاول هسألك سؤال على البيتشنج امبارح. ممكن تكلمني امبارح كان في عرض افكار على مستثمرين وشركات ومنتجين كانوا حاضرين من 10 مشاريع، ومشروع ديجيتايز كان واحد منهم. ممكن تكلمني اكتر على المشروع اللي احنا بسببه بنسبة كبيرة جدا موجودين في مهرجان الجونة السنة دي؟ والله احنا ما كناش جايين عشان نكسب المعركه صح، احنا كنا جايين عشان نعرض المشروع اكتر، وعشان طبعا كان في ناس مهمه جدا في مكان واحد، عشان تلم الناس دي كلها في مكان واحد في وقت واحد، ده بالنسبه لنا مش سهل جدا. فان احنا نجمع البروديوسرز والمخرجين ويعني الممثلين سواء اي حد خلف الكاميرا في مكان واحد قاعه واحده، ده بالنسبه لنا كان الجول، ان احنا كلهم يفهموا احنا بنعمل ايه اكتر، ويعرفوا المشروع ايه هو، لان ناس كتير جدا كان وصل لهم برده المعلومات شويه. يعني ايه هو بقى المشروع؟ ده سؤال حلو جدا صح. المشروع هو ان عايزين نوثق كل حاجه ورقيه، كل حاجه صور، يعني صور الرحله او المشوار بتاع الستارز الارتست كلهم من اول ما بداوا حياتهم لغايه النهارده. ده بالنسبه لنا بتبقى ضايع، يعني حتى هم نفسهم جه لهم تقول لهم انا عايز الم حاجاتكم، هم نفسهم بيلموا حاجاتهم من 50,000 مكان ومش عارف ده فين ودي فين وده فين. يجي له تقول لك لا الجوايز بتاعتي في بيت ماما، واللي تقول لا اصل انا حطاهم في المخزن، وفي قال لك في العزال راحت مني، وفي مره البيت غرق فالورق كله باظ وباش وكده. فاحنا بجد بنحاول نشجع الفنانين ان هم ما يرموش تاريخهم، ما يرموش كل حاجه جمعوها على مر السنين، علشان تتوثق توثيق الكتروني وتحفظ، والمعلومات اللي فيها كمان تبقى معلومات دقيقه هم مشرفين عليها صح. انت شبه ممثل تركي؟ ايه ده مين؟ هو انا جدي تركي بس يعني ممكن يبقى الدم بيحن مثلا. ليش انت الكومنتات يا بوش؟ والله العظيم ما شفت. بس معناه بس مش كامله. والله في هنا كام بنت كده شفتهم في المهرجان الرصاصه تندب في عينيهم، في واحده شدته قلت له اقف جنبي هنا، وفي واحده تانية والله العظيم، وفي
وفي اتنين تانيين بس كانوا لطاف الحقيقه يعني لزاز. الشخصيه اللي بتبقى لذيذه عادي بتكبري دماغك، لكن اللي بتبقى لازقه قوي كده بتبقى لا. بتتعامل ازاي مع اخبار الانفصال والشائعات الكتير؟ ما بفكرش فيها، ده احسن حاجه ما بفكرش فيها. بيتقال لي المعلومه بتخش من هنا وتطلع من ناحيه تانية. لا خالد ما يمثلش، خالد عايز ينتج وعايز ينتج افلام قصيره واوريدي بيدعم مهرجانات المشاريع الافلام القصيره بالفعل. فانت عايز تمثل؟ لا نخلق، انا عمري لو كنت عايز امثل كان زماني مثلت من زمان يعني. يعني الموضوع ان احنا عايزين نخلق بلاتفورم، الناس هم اللي يقدروا يعملوا فيها حاجات، احنا نخلق السولوشنز. وبعدين يمثل ايه؟ هم الممثلين لاقيين شغل، ما كلهم قاعدين في البيت يا بنتي. يعني هنجيب كمان ناس زياده يا ابو تاني، المشروعها مش ناقصه قتله. بعدين على فكره امبارح كان في مشروع المشاريع كسب، هو اصلا المشروع ده ممكن يقعد الجادجز كلهم في البيت، رغم كده خلوه رقم واحد. ف انا ما بغيرش عليه ان هو راجل محترم وراجل بيراعي يعني ايه انه عنده زوجه، واولا هو ثقافته غربيه يعني ما عندوش اللي هو الطريقه بتاعه الشباب التاني ده. لا هو راجل اللي هي يا ما بيلتزمش كده بلقب متزوج يعني. فلا هو محترم جدا في الحكايه دي وملتزم جدا وفي تفاهم وفي يعني مخنا كبير من الاخر. بس لما حد يتطول لازم يتحط له حد، اي انسان سواء من ناحيتي او من ناحيته. صح، لسه قايله الكلام ده من شويه برضه، فده بيخدم على اللي انت قلتيه من شويه. أيوة صح كده. طب ايه ده، في مشاريع ما بيننا؟ مشروع جوازنا. لا ما ده خلص، اللي بعده مشروع ديجيتايز، وعندنا كمان الافلام القصيره وبندعم المهرجانات. يعني احنا بالنسبه لنا الفتره اللي جايه كان ندعم المهرجانات قوي. ف يعني بنشتغل على محتوى بقى مع بعض يعني. شركه خالد الديجيتال بتنفذ محتوى رقمي، فانا برضو هبقى عندي اسهام فيه انا وفنانين كتير من اللي موجودين على المنصه بتاعتنا يعني. وبعدين لو حصل كولابريشن ما بيننا برضو، احنا لسه بنتكلم في الكلام ده النهارده، ان ممكن كمان البلاتفورم يكون فيه حاجه او سولوشن انت ممكن تكوني بلاجنج ان بحاجه ثانيه. بالظبط كده. اه ما كلام دقيق قوي ومفصل قوي يعني. نعم اظن باين يعني هو اللي رياضي. والنهارده كان في، طب بصي بقى خدي سبق، النهارده كان في خناقه النهارده الصبح عشان انا مش باكل الفطار في ميعاد مظبوط، وهو عنده الكلام ده ما ينفعش، وانه صحه المراه تاتي اولا، وانه صحتي تيجي قبل اي حاجه. بس انا كنت بصراحه بجري عشان الحق الندوه. ده كلام غلط. اه لا دي وانت شفت دراما كوينز يا معلم.